الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا أكون في وسطكم السنة دي برضه، وحاسس طبعا إن السنة دي أكتر من السنوات اللي فاتت في مشتركين أكتر، يا رب يكون المؤتمر ده بفايدة كبيرة لينا. إحنا موضوعنا النهارده عن المعاملات مع أربع أصناف. أربع أصناف التعامل الناجح المفيد مع نمرة واحد القديسين، نمرة اثنين أب الاعتراف، نمرة ثلاثة الخادمات في الكنيسة، نمرة أربعة البيت بابا وماما وأخواتي. أول حاجة القديسين، إزاي أتعامل مع القديسين وإزاي أستفاد منهم؟ هقول لكم الأول شوية مبادئ وبعدين هقول لكم شوية أفكار، وكده أنتوا عندكم حاجات تانية، أفكار تانية حلوة. أول مبدأ مهم إن القديسين دول لازم نفهم إن هما عجينة زي العجينة بتاعتنا بالظبط، ما هماش من عجينة تانية، ما هماش مختلفين عننا. ما هماش ناس جايين من كوكب تاني، ولا ناس ربنا مختارهم وعطيهم إمكانيات خاصة، لا. نفس الإمكانيات بتاعتنا ونفس العجينة بتاعتنا، بس اتشطروا، كانوا بيجاهدوا، كانوا بيتجاوبوا مع ربنا، كانوا بينفذوا وصية الإنجيل، كانوا واخدينها جد، ما بيحبوش الدلع، فبقوا قديسين. فما هماش من عجينة تانية، والدعوة بتاعتنا زي الدعوة بتاعتهم. هما كانوا مدعوين يبقوا قديسين، واحنا كمان مدعوين نبقى قديسين قديسات. احنا مدعوين نكون قديسين زي ما قال سفر اللاويين وزي رسالة بطرس الأولى، كونوا قديسين كما أني قدوس يقول الرب. فاحنا كلنا مدعوين للقداسة، وكلنا مدعوين نبقى شبابها. تاني حاجة إنه اللي يربطنا بالقديسين سيرتهم وأقوالهم. سيرتهم يعني أفعالهم وأقوالهم، مش معجزاتهم. آخر حاجة نفكر فيها المعجزات، دي الناس اللي بتدور على الحياة السهلة، عايزين ننجح، عايزين نخف، وعايزين ربنا يرزقنا بإيه، وعايزين إيه، وعايزين إيه، دي إيه طلبات دي. المسيح قال لنا ما تطلبوش الصنف ده، لان انا هديكم كل حاجه. اطلبوا اولا ايه؟ ملكوت الله وبر، وهذه كلها ايه؟ هذه كلها اللي هي ايه؟ ماذا ناكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، امور جسديه. فاخر حاجه نفكر فيها في علاقتنا بالقديسين المعجزات، ان احنا نطلب معجزه او نطلب من القديسين طلبات ماديه، عايز انجح وعايز اجيب ايه وعايز ربنا يرزق بابا عشان يجيب لي ايه وكده، لا. دي اخر حاجه نفكر فيها من القديسين. امال نتعلم منهم ايه بقى؟ احنا عايزين نتعلم من سيرتهم زي ما قال الانجيل، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله، انظروا الى نهايه سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. انظروا إلى نهاية سيرتهم، يعني ركزوا وتأملوا سيرتهم مشيت إزاي لحد الآخر. لأن لو في واحد بدأ كويس وما كملش ما بقاش قديس، صح كده؟ شوفوا صمدوا لحد الآخر إزاي، شوفوا إيمانهم، شوفوا محبتهم، شوفوا مواقفهم القوية،
شوفوا شجاعتهم، شوفوا احتمالهم، انظروا يعني تأملوا، شوفوا فكروا، حطوا سيرتهم قدامكم كده وفكروا، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيه؟ بإيمانهم. طب نتمثل بإيه في القديسين والقديسات؟ الكنيسة بتاعتنا مليانة قديسين، عدد لا يحصى ولا يعد. نشوف فيهم جهادهم وضبطهم لجسدهم. ما كانوش كل ما عايز حاجه نديله، عايز يلبس كذا، عايز تروح، عايز تعمل، مش عارف تاكل ايه، عايز تشتري ايه. الجسد ده ما بيبطلش، لو مشينا وراه ضيعنا، لازم نضبطه. اقول له لا، ما انت لابس كويس. عايز ايه تاني؟ ما انت واكل لسه واكل. عايز ايه تاني؟ العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السماع. تلاقي يعني العين قدامها حاجات كتير ولسه عايزه، وعايزه تفتش في حاجه مش بتاعتها. والودن معناها سمعت وعرفت حاجات، لا عايزه تسمع برضه، وعايزه تتصنت، وعايزه تدخل في اللي ما لهاش فيه. مش هتسقط لو احنا ما ضبطناهاش زي القديسين ما عملوا. الحواس دي هتغرقنا، خلينا نمشي في اتجاهات اخرها الهلاك. القديس انسان كان بيتعامل صح مع جسده، بيضبطه، بيقوده ويربيه، صحيح، بس بيقمعه ويستعبده. يعني بيعرف يضبطه، هو اللي يمشيه، هو اللي راكب، مش الجسد اللي راكب وبيمشي الواحد على مزاجه. فاهمين؟ فالقديسين دي اهم حاجه نتعلمها منها. حاجه ثانيه، قديسين ناس عاشوا الانجيل، نفذوا وصيه الانجيل بدون مجادله، ولا قالوا ده صعب، ولا قالوا ده كبير علينا، ولا قالوا ده مش مفهوم. فتحوا، قروا، سمعوا كلمه ربنا ونفذوها. هتعلم من القديسين ازاي نفذوا الانجيل. كمان القديسين عاشوا جوه الكنيسة، في شركة الكنيسة. الكنيسة دي هي المصنع اللي بيصنع القديسين ويصدرهم للسماء. أقول تاني، الكنيسة دي هي الايه؟ المصنع اللي بيصنع الايه؟ القديسين ويصدرهم للايه؟ للسماء. صنعهم ازاي؟ بعمل الروح القدس في الكنيسة، في الأسرار المقدسة، في سر المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والتناول، في جو الكنيسة بقى وتسبيب الكنيسة وتعليم الكنيسة. تعال تعالوا هنا، هنا هنا فاضية. الجو ده هو اللي بيصنع القديسين. القديسين اللي احنا بنسمع عنهم دول عاشوا في جو الكنيسة، ما كانوش معزولين، ما كانوش كسلانين، ما كانوش كده ماشيين على مزاجهم، كل واحد عمل لنفسه طايفة زي ما بيحصل الأيام دي. لا، عايشين في قلب الكنيسة، شايلين همها، شايلين مسؤولياتهم فيها، جد فيها، بيبنوا مش بيهدموا جواها. فعاشوا في شركة الكنيسة، فالكنيسة عملت منهم قديسين. فنتعلم من القديسين ازاي يعيشوا في شركة الكنيسة. القديسين كمان من أهم الصفات بتاعتهم إن هم كانوا متعلقين بالسماء، وطموحهم في السماء مش لكام سنة قدام، مش بيبصوا تحت رجليهم، دول بيبصوا لمستقبلهم. صح، اتعلقوا بالسماء، وعمرهم ما دخلوا في خناقه على حاجه في الارض. اصل الارض دي ما حدش اتخانق عشانها، سايبينها وماشيين، سايبينها وماشيين. امبارح كنت بتكلم مع واحده ست كبيره في السن، فبتحكي لي على ليها واحده صاحبتها ست عجوزه برضه زيها، فجت لها واحده قريبتها. الست العجوزه دي عايشه لوحدها خالص في بيت كبير قديم،
وعندها بعض حاجات ورثاها من حماتها وجدودها. من ضمن الحاجات اللي عندها طقم معالق وشوك فضة، طبعا مركونين ما بتستعملهمش تقريبا يعني. فجت قريبتها الصغيرة دي، قريبتها دي ست مبسوطة جدا يعني ماديا يعني. قالت لها تسلفيني الطقم بتاعي الفضة. فاهمين يعني ايه تسلفيني؟ عينها فيهم يعني، مع ان عندها كتير. طبعا هي يعني لو استلفتهم الست الكبيرة هتعرف تقول لها هاتيهم. فالست فكرت للحظة كده، قالت له قالت لها خديهم يا حبيبتي، خديهم هدية ليكي مش صدفة. هتعمل بيهم ايه؟ دي فاضل لها كام يوم ورايحة السما. لما تديهم احسن ما التانية عينها يا عيني في الحاجات، معناها غنية، لكن العين لا تشبع من الايه؟ من النظر. القديسين بقى سابوا كل حاجة، يبيعوا كل حاجة، مش ماسكين في حاجة إلا لو في حاجة ربنا قال لهم لا دي خليها معاكم مسؤوليتكم عشان هتدوا منها الحاجة. ها؟ في حاجات كده يقول لهم دي خليها معاكم، أنتوا أمنا عليه، لكن ما تمسكوش فيها. طبعا ما نمسكش فيها. القديسين مسكوا في السماء، مسكوا في الحياة الأبدية، ما مسكوش في الأرضيات، ولا اتخانقوا عليها، ولا قالت اشمعنى اختي واخدة أكتر مني؟ ها؟ ولا قالت أكلوا حقي وظلموني. مين يقدر ياكل حق المسيحيين؟ احنا حقنا في السماء محفوظ لينا. مين يقدر ياخد مننا المسيح؟ مش هو ده النصيب الصالح الذي ايه؟ النصيب الصالح الذي ايه؟ لا ينزع، لا ينزع مننا، أي حاجة تانية هتنزع. فالست الكبيرة دي العجوزة لما بتقول لي يا خسارة شايف الناس كده بتطمع في الدنيا، ده الغني هو أكتر واحد فقير. قلت لها فعلا اللي بيحب الفلوس يبقى هو أكتر واحد فقير، لأنه أكتر واحد محتاج ولسه عايز تاني، عنده مئات الألوف ولسه عايز تاني. ما دام لسه عايز تاني يبقى فقير. لكن اللي شبعان بالمسيح هو ده الايه؟ الغني. القديسين كانوا شبعانين بالمسيح، اغلبيه القديسين كانوا فقراء، طبعا في قديسين اغنياء وكان ربنا محرك قلبهم للمحبه وللخير وللعطاء وموجودين لحد دلوقتي في الاجيال بتاعتنا نوعيات زي كده. ناس ربنا عطيها كتير وبتدي كتير. تقول الفلوس اللي عندنا دي ملايين، دي وزنه أتاجر بيها وأفيد بيها الناس. ومش عايز أقول بس أسماء عشان يعني ربنا يكافئهم في السماء ما ياخدوش مكافأة في الأرض، ناس كتيرة فعلا متعلقة بالسماء. حتى لو ربنا عطيها دايما توجه الفلوس ديت للخير أو للبنيان أو لفايدة الكنيسة أو لفايدة الناس وبنيانهم الروحي كده. فالقديسين احنا نتعلم من سيرتهم وكمان نتعلم من اقوالهم. انا بحب قوي لما ندرس سيره قديس او قديسه نشوف هي عاشت ازاي، نفذت الانجيل ازاي، حبت ربنا ازاي، ضحت من اجل ربنا ازاي، بذلت نفسها ازاي، خدمت ازاي، وفي نفس الوقت قالت ايه؟ قالت دي خبرات بقى مع ربنا. واحد كده عاش مع ربنا سنين وقال كم جملة كده، يا سلام على الأقوال دي، ذهب أحسن من الذهب صدقوني اللي بيتلبس في الودان ولا في الرقبة. أقوال الآباء القديسين ده ذهب، خبرة حلوة مع ربنا بتبقى فيها صدق وفيها عمق. أنا عايزكم من دلوقتي تتمرنوا على قراءة سير القديسين وحفظ أقوالهم. حفظ ايه؟ اقوالهم. عندنا كراسات كده بنجمع فيها ذخيره حلوه من اقوال القديسين ومن سيرهم. النهارده مثلا عيد كم قديس؟ اثنين؟ لا هو في كذا واحد.
لا في حوالي 6 قديسين في السنكسار، بس انتوا فاكرين منهم اثنين المشهورين قوي مش كده؟ مين ومين؟ الأنبا كراس الأول ولا الأنبا شوي؟ لا يعني مفيش أول وثاني. بس أنا عارف إن في كنايس على اسم الأنبا كراس أو عندها مزار، كنيسة واحدة؟ دي كنيسة جميلة في باكوس في أرض الفوري، صح كده؟ النهاردة عيد الأنبا بشوي وعيد الأنبا كراس السائح وعيد مجموعة تانية من الشهداء والشهيدات. هقول لكم على تدريب حاولوا الأسبوع ده تبتدوا فيه. أبونا المتنايح، أبونا اللي شوي كامل، هو اللي بنى الكنيسة دي وهو اللي خد الأرض دي وهو اللي بدأ وأنشأ الكنيسة دي. أبونا بشوي كامل كان يكتب حاجات زغنطوطة كده بس زي العسل، قوية وعميقة من عصارة حبه وقلبه اللي كان مليان بحب ربنا. فمن ضمن الحاجات اللي كتبها كتب مجموعة سير قديسين. حد قرأ حاجة فيها؟ مجموعة سير قديسين كم كتاب؟ كتيبات صغنطوطة كده. كم كتاب؟ أنا ما أريدوش يبقى مش هتعرف. كتب 8 سير قديسين، 8 و8 كلهم سير قديسين معروفين. بس أنا عايزكم تقروا وتشوفوا أبونا بشوي بيشوف القديسين إزاي، بيعمل علاقة معاهم إزاي، عشان يبقى نموذج ليهم. قبل ما أنقل على النقطة الثانية، أبونا بشوي كتب سيرة ماري جيرجس وماري مرقس مارينينا وبوسيفين والست دليانا والانبا بشوي اللي عيده النهارده والبابا بطرس ختم الشهداء والبابا كيريلوس عمود الدين. على فكره الكنائس اللي هو انشاها بالاسماء دي، يعني مثلا كنيسه ماري مرقس والانبا بطرس القديسين سيدي بش هو اللي انشاها في عدد 2، كنيسة الأنبا بطريوس والأنبا بشوي باللبان فده الأنبا بشوي، وهكذا بابا كرولوس عمود الدين والست العذراء كيلوباترا. المهم أنا عايزكم تشوفوا سير صغيرة خالص كده، كتاب صغير كده فيه مثلا 30 صفحة مثلا ولا 40 صفحة ولا بس شوفوا أبونا بشوي شايف القديسين إزاي. في ناس زي ما بقول لكم شايفين القديسين إن هما إيه؟ يعملوا معجزات وينزلوا زيت ها وينوروا ويطفوا. ايه رايكم؟ نستفاد منهم ايه؟ نستفاد من اعمالهم ومن سيرتهم ومن محبتهم لربنا. نستفاد ان هم كرسوا شبابهم لربنا، ان هم كانوا امنا في حياتهم عشان نتمثل ايه؟ بايمانهم ده، صح كده؟ يبقى علاقتنا بالقديسين بتلخصها الآية اللي احنا قلناها وعايزين نعيدها مع بعض، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. دي علاقتنا بالقديسين. ناخد شوية تدريب بقى عملية. أول تدريب عايزكم تبتدوا فيه الأسبوع ده تجيبوا كتب ابونا بشوي الثمانيه الزمنطاطين دول بتوع سير القديسين وتقروا، هيفتحوا نفسكم شكل، هتدوروا على سير القديسين في كل الكتب بقى، كتب كثيره موجوده، اللي ما تقدرش تجيبهم تلاقيهم في المكتبه الاستعاريه بس هتلاقوهم موجودين. ده اول تدريب. ثاني تدريب ان احنا كل يوم بس نبص على السمكسار نشوف مين القديسين موجود. هتلاقوا لو ما عندناش سنفسار هنلاقي النتيجه. لو فاتنا كام يوم لما نيجي الكنيسه نمسك السنفسار ونبص ونشوف القديسين. طب لو في قديس معين عيده النهارده اعمل له ان شاء الله تمجيد صغير، ان شاء الله اقول له اكسيوس او اقول القديسه اكسيوس. واضح؟ اعمل له تمجيد صغير. طبعا في ناس انا عارف شاطرين قوي في الموضوع ده.
يعملوا تمجيد لكل قديس في يومه. وفي كده تبقى ايقونة صغيرة صورة متغلفة بالبلاستيك للقديسين وفي اخرها التمجيد في ظهرها التمجيد، الصورة من قدامه في ظهرها التمجيد. ممكن ان احنا نجمع الحاجات دي، كل ما تقع في ايدينا حاجة نحطها مع بعضها مع بعضها، ودايما في عيد القديس مش هياخد مننا 5 دقايق نقوم ونفرح ونعمل له تمجيد. زي ما الانجيل بيقول الذي يكرمكم يكرمني، يعني يكرم القديسين، ده بيكرم عمل ربنا في القديسين، بيكرم ربنا نفسه اللي صنع من هذا الانسان او هذه الانسان القديس. مره من المرات جمعتني الظروف باب كاهن مبارك من احد كنائس اسكندريه. كنا في مؤتمر فبيتنا كنا بيتين مع بعض في اوضه واحده في الفندق. فجينا نصلي بالليل، صلينا مع بعض صلاه نص الليل. فبصيت لقيته بعد ما خلصنا صلاه لقيته معاه كتاب بتاع مدايح القديسين. في كتب كده فيها التماجيد كلها مدايح القديسين. راح نطلع الكتاب من شنطته قال لي ايه رايك؟ نعمل تمجيد للقديسين اللي احنا بنشتغل عندهم. بالنص كده انا بقول لكم بالظبط زي ما قال، انا يعني مش ناسي اليوم. اي نعمل تمجيد للقديسين اللي احنا بنشتغل عندهم عشان خاطر يساعدونا في الخدمه. قلت له خلاص ماشي. ده حاجه حلوه. انا مش بعمل كده يعني معتاد. ده طلع لكل ليله يقعد يعمل تمجيد مثلا لست 7 قديسين. العذراء وماري مرقس وماري جرجس ومش عارف بابا كرولوس وابو سيفين وما يستجد. يعني يوم زي ما قالت ليه عمل الانبا بشوي والانبا كراس. فعمل علاقه جميله مع القديسين. يوم ما يحتاج حاجه في الخدمه يا قديس انبا فلان انبا بشوي ساعدني علشان خاطر فلان ده بعيد عن ربنا، ساعدني كده وعلشان يجي معايا الكنيسه. بيساعدوه في الخدمه. ابونا بشوي كامل اللي هو انا بقول لكم عايزكم تقروا بسير القديسين اللي هو كاتبها كان يعمل كده. كان لما يلاقي شاب كده معاكس شويه ياخده ويطلع بيه على بير الانبا بشوي ويقعد يصلي هناك ويطلب من الانبا بشوي يساعده في توبه هذا الشاب او هذه البنت. لما يكون في بنت كده ملخبطة كده والدنيا ملخبطاها ياخدها ويطلع بيها على الست دميانة في دير الست دميانة ويقعد يصلي هناك وممكن يسيبها تبيت ليلة وهو برضه يبيت ويعملوا قداس والست دميانة تعمل معاه مفعول بقى جميل. وهي البنت لما تروح تشوف إنسانة بنت صغيرة كانت في سننا وازاي ضحت بحياتها وازاي كانت قوية في جهادها وازاي كانت أمينة وازاي كانت شجاعة مع باباها. القديسين دول بركة كبيرة لينا. فاحنا نفسي إن احنا نبقى عاملين علاقة مع القديسين. لو أنت اخترتي شفيعة أو شفيع مش معنى كده إنك أنت بقية القديسين هيزعلوا. لا، ممكن تختاري شفيع واثنين وثلاثة وأربعة وبقية القديسين برضه ما يزعلوش. عايزك تستفادي من كل القديسين. ده تتعلمي منه الصلاه، وده تتعلمي منه الصبر، وده تتعلمي منه المحبه، وده تتعلمي منه الخدمه، ودي تتعلمي منها الامانه وتكريس الحياه لربنا. كل قديس ممكن نتعلم منه حاجه حلوه. قديسين حلوين وبيفرحوا بينا وهدفهم الاساسي حياتنا الابديه. توبتنا، نقاوتنا، قداستنا، ان احنا نبقى ماشيين معاهم في السكه. قولي لي طيب انا عايز اسال سؤال. انا بصراحه ممكن اقول للقديسين ان هم يصلوا لي وخلاص، مش هم بيصلوا لنا؟ خلاص بقى احنا مش مهم نصلي. اقول لك لا، خلي بالك. صلوات القديسين ما بتفيدش الا اللي بيصلي. عشان صلواته تيجي مع صلوات القديسين وتتجمع تبقى بخور عطر قدام ربنا. لكن لو القديسين والسماء والارض كلها
والملائكة والشهداء والأنبياء وكلهم بيصلوا لي وأنا ما صليتش، مش هستفاد حاجة. هستفاد لما أصلي، تتجمع دي مع دي. عشان كده محدش يقول إيه؟ آه القديسين يصلوا لنا. لا، هم يصلوا لنا وإحنا كمان إيه؟ نصلي. هم يصلوا لنا وإحنا كمان إيه؟ نصلي ونعمل لهم تمجيد ونتصاحب عليهم ونتعلم منهم. خلاص؟ دي أول إيه؟ حاجة، علاقتنا بمين؟ بالقديسين. تاني علاقة مهمة، علاقتنا بأب الاعتراف. أب الاعتراف ده أب روحي. أب روحي. وارتباطنا بيه لازم يكون على مستوى روحي، مش على مستوى عاطفي. أقول تاني، أب الاعتراف ده أب روحي، وارتباطنا بيه لازم يكون على مستوى روحي مش على مستوى إيه؟ عاطفي. يقول لي يا أبونا أنا ما أحبش أب اعترافي، أكرهه يعني؟ لا طبعا، هنحبه زي كل الناس وزي كل الآباء، لكن التعلق العاطفي الزيادة ممكن يضرنا ما يفيدناش. دايما أبونا أنا عايز أبص له كده، أب روحي، أتعلم منه، أعترف بأمانة، أسمع التوجيهات بتاعته وأنفذها، أسمع التوجيهات بتاعته وأنفذها كأنها من فم الله. يعني يوم أبونا يفتح بقه ويبتدي يقول لي نصيحة، أقول في قلبي كده تكلم يا رب فإن عبدك سامع. اللي هيقول قول سواء أعطاني تدريب صلاة أو تدريب معين في موقف معين أعمل فيه إيه، أصمت مثلا لو في موقف معين أو عمل معين طلب مني أعمله، أصلي من أجل فلانة اللي بتتعبني، أو أقرأ في الإنجيل مدة قد كده أو كمية قد كده، وأكتب في كراسة الآيات أطلع من كل إصحاح آية أو اثنين. أي تدريب هيجيبوني، تدريب مطنيات، تدريب خدمة، تدريب تلخيص في الكتاب المقدس، تدريب قراية، تدريب حضور قداسات، أي تدريب أبقى مطيع. أب الاعتراف ده بيقودني في الحياة الروحية، بس مش بيقودني وأنا مضمنة. يعني إيه؟ يعني أب الاعتراف أصلاً عايزني أبقى عينيا تتفتح أكتر وأكتر على الطريق الروحي، بحيث إن لو هو خاب شوية أنا ما اتلخبطش، أنا عرفت السكة وماشية فيها. عشان كده دايماً أنا بقول إيه؟ إن التوبة ما تتأجلش. الاعتراف يمكن يتأجل شوية، يمكن يتأجل يوم اثنين أسبوع اثنين بحسب ظروف الميعاد اللي احنا متفقين عليه او اللي ابونا متواجد في اوقات الاعتراف في الكنيسه، لكن مش معنى كده ان التوبه تتاجل. التوبه الواحد ما يضمنش عمره لحظه، اتوب دلوقتي مش بالليل، مش ابقى حاسب نفسي بس في اخر اليوم، كويس الواحد يحاسب نفسه في اخر اليوم، لكن انا حاسب نفسي كمان دلوقتي، وفي غلطه دلوقتي، وفي فكره غلط، وفي تصرف غلط، وفي اي حاجه غلط، حاسب نفسي دلوقتي وأقدم توبة وأطلب مغفرة ربنا، أقول له يا رب يسوع سامحني. التوبة ما تتأجلش، لكن الاعتراف ممكن إيه؟ يبقى فيه مواعيد للاعتراف. فما أمشيش ورا أبونا كل يوم عايز أعترف، كل يوم في ديله كده، في ناس كده تلاقيهم بيزفوا الآباء الكهنة. ماشيين وراهم ويسألوهم في كل صغيرة وكبيرة، يا بنتي طب أنتِ مش عندك حاجة؟ ما فكرت. انت مش سمعتي كلمة ربنا وقريتي كلمة ربنا؟ ما انت في حاجة عارفة؟ ليه نسأل؟ ليه نسأل؟ ليه نسأل؟ دوشينا أبونا بالتليفون. ما عايز أقول لكم يعني إن أنا عن نفسي مش بزعل لو حد كلمني في التليفون كتير، لكن بيصعب عليا إن الإنسان ده إيه؟ معتمد عليا خالص كده، أنا مش بحب كده. أنا عايزه يتكل على عمل ربنا في حياته وعلى إرشاد الروح القدس في حياته. أنا ممكن أرشد في الأول مرة واثنين وعشرة، بس بعد كده عايز الناس تقف على إيه؟
حلو ولا ايه رايكم؟ هي الام تفضل شايله طفلها طول العمر ده يطلع حتى مكسح ما يعرفش يمشي ولا ايه؟ دي الام بعد كام شهر كده تلاقي ايه؟ سابت طفلها في الارض يصوصو ويصرخ ويرفع ايديه هي جنبه بس مش بتشيله تقول له تعالى عايزاه رجليه تتحرك وايه؟ ويحبي ويمشي شويه شويه يعيط بعدين لما يلاقيها مش هتعبره يسند ايده على الكنبه ولا على اي حاجه ويروح جاي يتحرك والام فرقت انه عضلاته بدات ايه؟ تشتغل وبدا يتحرك وبعدين تروح بعد خطوه كده تقول له تعالى كمان ها؟ عشان يمشي له متر زياده نعمة ربنا بتعمل معانا كده وأب الاعتراف الشاطر بيعمل كده إن عايز الإنسان يبتدي يتعود يمشي هو مش هيسيب ولاده ونفضل منتظمين معاه لكن التعلق العاطفي بيه أصل ده أبويا ما أقدرش أسيبه وأبويا يعني في البابا مثلا في البيت طول النهار واخده في حضني وببوس فيه ولا ده له وقت وده له وقت والشغل له وقت والاكل له وقت وكل حاجه ليها وقت. الحب موجود لكن التعلق الزياده ده مضر في الحياه الروحيه، مضر صحيح؟ حاجه كمان بالنسبه لاب الاعتراف عايز اقولها لكم بصراحه يعني ان اب الاعتراف ده ما هوش كامل 100% ده انسان وله ضعفات بيتوب وبيعترف وضعيف برضه فلو انا حسيت ان في نقطه ضعف مره كده سمعت صوته عالي ولا عمل كده موقف فيه شده ولا اي نوع من الضعف سمعته اقول ايه ده؟ طب اعترفي كده؟ طب خلاص انا مش معترفه تاني لا انا لو شفت اي انسان في حاله ضعف اي خطا لفظ طلعته اي حاجه اصلي له لاني بحبه حب صح شفت حد كبير او صغير بيغلط ما دينوش اصلي له ما دينوش اعمل ايه؟ اصلي له فوارد ان اب الاعتراف يكون عنده بعض اخطاء وانا شطارتي ان انا استفاد من الحاجات الحلوه والفضائل وماليش دعوه بالايه؟ بالاخطاء طبعا في حاجة تانية مهمة إن أب الاعتراف ده بيعرفني إن القدوة هي النصيحة وبيربطني مش بنفسه بيربطني بإيه؟ بالمسيح المصلوب اللي سفك دمه من أجلي أخشى إن إحنا نطول المدة شوية في إن إحنا لازقين في أب الاعتراف ولسه ما ارتبطناش بالإيه؟ بالمسيح اللي معاها موبايل تحطه في شنطتها تكون قافلاه طبعا مش معقول هنكون بنلعب بالموبايل في الكنيسه ففي واحده بترتبط باب اعترافها زياده شويه طيب انا هقول في الاول ماشي حتى لما هو هيربطها بايه؟ بالمسيح لا هي مش عايزه ترتبط بالمسيح هي عايزه ترتبط تلزق لاب اعترافها وبس ينفع الكلام ده؟ النوعية دي بتفكرني بالتلميذين اللي كانوا فاضلين لازقين ليوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان عنده تلاميذ كتير قوي. ولكن حولهم على المسيح، حولهم على المسيح، حولهم على المسيح، هو أصلاً جاي يربط الناس بالمسيح. هو كان كاهن. يعني زي أب اعتراف كده، وكان الناس بتعترف فعلاً عنده. وكان يحول الناس على المسيح لدرجة إن في بعض الناس راح قالوا له إيه ده الناس اللي حواليه كلها خلاص ما فاضلش غير حبة صغيرين وكلهم راحوا ورا المسيح. قال لهم فرحي هذا قد كمل. من له العروس فهو العريس. أما أنا مجرد صديق العريس. أنا جاي عشان أهيئ الناس ترتبط بالمسيح وأنا كده فرحان ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا إيه؟ أنقص. ده يبقى يعني مش معقول ان اب الاعتراف عايز يلم الناس حواليه هو ايه ده؟ ما ينفعش كده
ده يبقى مش فاهم الخدمه بتاعته؟ لا، اب العتاب ده يبقى زي يوحنا بن عمدان عايز يربط الناس بالايه؟ بالمسيح، يشعلقهم في المسيح. المهم ان كان في اثنين مش عايزين يروحوا للمسيح، مع انه يشاور هوذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. يشاور على المسيح، كان يوحنا فاهم المسيح كويس قوي وعارفه كويس قوي. ومع ذلك برضه لازقين ليوحنا بن عمدان. جه هيرودس قبض على يوحنا بن عمدان في السجن. برضه مش عايزين يروحوا للمسيح. كل شويه يروح يزور يوحنا بن عمدان، كل شويه يروح يزور يوحنا. قال لهم يا جماعه تروحوا ليسوع؟ قالوا له لا، احنا بنحبك واحنا مش هنسيبك في الظروف الصعبه. قال لهم مفيش ظروف صعبه، ده انا في السجن مبسوط. ده انا كنت عايش في البريه في الجبل. ده انا هنا بيجيبوا لي الاكل لحد عندي. ده انا في السجن يعني كاني فندق خمس نجوم. قالوا له لا برضه مش هنسيبك. يا جماعه يهديكم ويرضيكم روحوا للمسيح، انا خلصت رسالتي. انا خلصت مهمتي. روحوا للمسيح. ماسكين فيه ومش عايزين يسيبوا. فقالت ايه طيب انا اعمل ايه؟ اعمل فكره كده. قال لهم طب انا عايزكم تروحوا للمسيح وتقولوا له يوحنا بيسلم عليك وبيقول لك هو انت المسيح ولا لسه في حد تاني هيجي بعديك؟ قالوا له تروح تقول له كده؟ هيكسبنا. يقول لنا انتوا مش عارفيني ولا ايه؟ قال لهم لا لا ما تروحوش دعوه، بس روحوا قولوا له يوحنا اللي بيقول لك. قالوا له هنقول على لسانك انت؟ قال لهم ايوه قولوا له يوحنا اللي بيقول لك. انت المسيح ولا اللي لسه في حد جاي بعديك؟ فراح كان السيد المسيح وقتها بقى حواليه ناس كتير وحتى في معجزات كتيره بتتم والتلاميذ بيبشروا بيه نشاط. فراحوا قالوا له يوحنا بيصبح عليك وبيقول لك يا ترى انت هو المسيح ولا في واحد جاي بعديك؟ قال لهم طب استنوا شويه كده، استريحوا شويه، اقعدوا معانا شويه بس. وفضل يعمل معجزات، كانوا جايبين له مرضى وكانوا جايبين له موتى قومهم وكانوا جايبين له عمي فتح لهم عينيهم. والناس ايه التلميذين بتوع يوحنا دول ايه؟ اول مره اشوف الحاجات دي. يوحنا ما كانش بيعمل معجزات بس كان قديس عظيم، مش لازم يكون بيعمل معجزات. كان ما عملش ولا معجزه لكن كان ما فيش زيه. سيد المسيح قال ما فيش في مواليد النساء نبي اعظم من يوحنا بن عمدان. المهم فشافوا المعجزات دي بقى منظورين. قالوا له ما ردتش علينا، انت هو المسيح ولا لسه هيجي بعدين؟ قال لهم روحوا ليوحنا واللي انتوا شفتوه بلغوه. اللي انتوا شفتوه ايه؟ بلغوه. بس طبعا القصه وقفت على كده، ما نعرفش بقى الاثنين دول بقى راحوا ليوحنا وقالوا له ايه. فاكيد قال لهم طب ما انتوا شفتوا بعينيكم بقى روحوا بقى وخلاص انا خلصت. لكن السيد المسيح كان في ناس سمع الكلام، لألا الناس تقول ايه ده هو يوحنا ما يعرفش المسيح ولا ايه، شاكك فيه، مش هو اللي معمده؟ كان بيقول عنه ده هو الديان العادل وهو ابن الله وهو النازل من السماء. وهو يوحنا كان عارفه كويس قوي طبعا. فعشان الناس ما تفتكرش ان يوحنا شاكك فيه، اول ما التلميذين دول مشوا بدا ربنا يسوع يتكلم كلام جميل عن يوحنا ويقول ده اعظم من نبي، ده مش بس نبي ده اعظم من نبي، ده حاجه قاعد يمجد فيه كلام حلو قوي. المهم يعني ان الارتباط باب الاعتراف يكون خطوه للارتباط بايه؟ بربنا يسوع. مش الارتباط باب الاعتراف ده هو نهايه الخط، فاهمين؟ الارتباط باب الاعتراف ده محطه في السكه للارتباط بالايه؟ بالمسيح. بسمع منه كلام المسيح، بعترف عنده، بعترف للمسيح قصاده وهو شاهد على توبتي. أرض الاعتراف له بركه كبيره في الكنيسه. دايما انا صراحه بسر التوبه والاعتراف ده بعتبره هو التنفيذ العملي للايه الجميله اللي مكتوبه عندكم على الايه؟ على العمود اللي هناك.
ثقيل الأحمال وأنا أريحك. الآية دي لو في أوضة كده للاعتراف، الآية دي تتحط يافطة، يافطة على الأوضة. لأن أكتر حمل تقيل هو حمل الإيه؟ خطية. أكتر حمل يكسر الظهر ويعكر القلب ويضلم العينين وحش قوي، خطية. فإحنا بنروح نشيل الحمل ده ونطلع إيه؟ منقية. ده نمرة كام؟ تعبت ولا لسه؟ طيب نمرة ثلاثة التصونات كنيسة. أنا مش هتكلم عنهم كتير لأن أنا التصونات شاطرين جدا، بس هقول لك على حاجة مهمة دي برضو تنطبق على موضوع أب الاعتراف. تصوني ما هيش عندها كل حاجة كاملة، عندها مزايا وفضائل وعندها بعض نقط ضعف. استفادي من المزايا وملكيش دعوة بنقط الايه؟ الضعف. حاجة تانية، انك ما تتعلمينيش من خادمة واحدة وتقولي انا عايزة ابقى زي فلانة. لا، انت مش زي فلانة، انت شخصيتك متميزة لوحدها، وهتتعلمي من فلانة وفلانة وفلانة، تعلمي من الناس كلها. كل سنة وانت طيبة. أبونا كراس، عيد الأب كراس النهاردة، خايف أنسى أقول له، بس أبونا كراس ده حبيبي أوي. فنتعلم من الخادمات كلهم كلهم، مش مثلا إيه أحط واحدة بس قدامي وأقول هي دي وبس. زي برضو أب الاعتراف أتعلم من كل الآباء الكهنة، مش أتعلم من أب واحد بس، أتعلم من كل الآباء الكهنة، أتعلم كمان من كل الخادمات. أنا هقول لكم على حاجة كنت زمان بعملها. من حوالي مثلا 25 سنة كده كنت بخدم، يمكن ده الوقت اللي أنا كنت فيه مع أبونا كراس، كنا بنخدم ابتدائي وقتها سنة 83 و84. فكان ايه؟ الظروف بتاعت الخدام زمايلي ما كانتش كويسة. في منهم ناس سافرت بره اسكندرية، وفي ناس سافرت بره مصر خالص. بصيت لقيت نفسي ايه؟ لوحدي. قلت ده لو انا حتى اشطر خادم ما ينفعش ابقى لوحدي. لو انا فيا حاجات كويسه الناس هتتعلمها، لكن لو فيا حاجات وحشه برضه هيتعلموها. فانا احسن حاجه اجيب معايا خدام. فبدات افكر في فكره ان انا عشان ما اتكلمش انا على طول كل اسبوع، كنت بتكلم مرتين او ثلاثه بس في الشهر، والاسبوع الرابع اجيب خادم من الخدام الحلوين، ممكن ما يكونش في الخدمة بتاعتنا، ممكن يكون من كنيسة ثانية بس زميلي مثلا في الكلية، أعرفه خادم حلو، أجيبه يكلم الولاد. ليه؟ لأن أنا عايز يسمعوا غيري، مش لازم يسمعوني أنا بس، عايزهم يتعلموا من ده ومن ده ومن ده ومن ده. شوفوا بص أبونا في ليمون، كان ممكن هو يرتب المؤتمر وهو اللي يتكلم فيه وبس. لا، ده هو حريص يجيب لكم ابونا ده وسيدنا بطولوس، ويجيب لكم ناس كتير عشان تتعلموا من ده ومن ده ومن ده. نفس الفكره مع تصوني، اتعلمي من كل التصونات واستفادي. ما تقوليش لا انا مرتبطه بواحده بس، لا، عايزك تتعلمي من الكل وتتعاملي مع الكل باحترام وتفيدي نفسك. واللي قلته مع أب الاعتراف عايز أقوله برضه مع تصوني، التعلق العاطفي الزيادة مضر مش مفيد. أنا برتبط بتصوني عشان هي بتربطني بالمسيح والكنيسة. طب لو تصوني اتجوزت وراحت بعيد، هي هتروح في حتة بعيدة تخدم هناك، لكن أنا لو مرتبطة بيها حاجة الكنيسة مش هلاقيها ازاي؟ مش رايحة الكنيسة. وفي ناس كانت كده، اول ما تصوني راحت حته بعيده بصينا لقينا فلانه غابت. طب يا بنتي غبت ليه؟
ما انا تسوني اصلا مش يخلى، لو انت كنت بتروحي الكنيسه عشان تسوني ولا عشان خاطر المسيح؟ دي تسوني بتربطك بالكنيسه وبتربطك بالمسيح. فاحنا عايزين نبقى دايما كالخادمات نتعلم منهم كلهم ونرتبط بالكنيسه وبالمسيح. اخر حاجه علشان ما اطولش عليكم، معاملتنا مع البيت. طبعا ده موضوع كبير ويعني ياخد مفروض موضوع لوحده، لكن انا هقول لكم كم نقطه. اللي يظبط لنا معاملتنا ايات الكتاب المقدس، صح؟ الايه بتقول ايه في الوصايا 10؟ ها، اكرم اباك وامك، اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. طبعا احنا في العهد الجديد مش بتفرق معانا حكايه طول ايامك دي، لان احنا عندنا الابديه بقى ليس لها نهايه مع المسيح. اصل ايامنا على الارض هتطول، في صوت دوشه بره ولا جوه؟ بره. ايامنا لما هتطول هنعمل بيها ايه؟ لكن لتكن مشيئة ربنا تطول، نعمل ثمر للحياة الأبدية. تقصر لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع ليه؟ مع المسيح. لكن بابا وماما دول لازم نديهم الإكرام. لازم نديهم الإكرام. الإكرام يجي في صورة إيه؟ طاعة. يجي في صورة احترام. يجي في صورة صلاة من أجلهم وعدم إدانة ليهم لو هم عندهم نقط ضعف، خاصة يعني بابا وماما بالذات نقط ضعفهم باينة لينا، مش كده؟ باينة خالص. احنا جوه البيت شايفين كل حاجة، لو في كلام غلط، لو في نرفزة، لو في أي تصرف خاطئ باين. إكرامنا ليهم إن أنا أصلي من أجلهم مش أدينهم، اتعامل معاهم باحترام مهما كانت تصرفاتهم. اصل ساعات واحد يقول لي ايه، او واحده تقول لي بصراحه، بصراحه يا ابونا ماما نزلت من نظري بعد ما قالت كده، او بابا لما عرفت عنه كذا كذا نزل من نظري مش بحترم. لا، اوعي كده. بابا يحترم حتى ولو في اخطاء، اصلي من اجله لكن في نفس الوقت ايه، أنا بحترمهم. طبعاً إذا هم واجهوني بحاجة وأنا حاسة إنها ما تناسبش إن أنا بنت المسيح، حاجة مش صح يعني، يبقى أنا لازم أراجعهم وأقول لهم لا، الإنجيل بيقول كذا كذا، إيه رأيكم؟ عشان الإنجيل بيقول ينبغي أن يطاع الله أكثر إيه؟ من الناس. لكن دي حالة تبقى نادرة قوي، لأن نادر ما بنلاقي أب وأم بيشجعوا أولادهم ضد الإنجيل. يعني معرفش، يعني نادر قوي لو لقيت مثلا أم عايزة تلبس بنتها لبس خليع، أو أب مثلا عايز بنته ترقص، أو مثلا بيطلبوا منها حاجات غلط من هذا النوع أو غيره. لا، يعني نادر ما بيحصل كده. فأنا عايزكم الإكرام والإحترام والطاعة والصلاة، الصلاة من أجلهم. طب إخواتي، دي آخر حاجة هقولها، خلاص أنا خلصت. إخواتي دول المجال اللي أنا همارس فيه المحبة. دول الدايرة الضيقة بتاعتي. ده قريبي، أقرب ناس ليا هما إيه؟ بابا وماما وإخواتي. طبعا ممكن مش بس القرابه بالجسد، يعني القرابه ان واحد قريب مني، يعني انا اقرب واحد ليا ابونا في اليوم، وده اللي لازم اقدمه المحبه لان هو اقرب واحد ليا. فاكرين قصه السليم الصالح؟ اقرب واحد ليه كان مين؟ الراجل المجروح اللي عدى ايه؟ جنبه، ده كان اقرب واحد ايه؟ ليه؟ فعمل معاه رحمه فبقى قريب. فاخواتي
احتملهم، اصلي من اجلهم، اشجعهم روحيا، اخليني دايما بتعامل بالمحبه وما ردش الشر بالشر، ما صغرش نفسي في الحاجات التافهه اللي ممكن يتخانقوا معايا عليها. مفيش مشكله، انت عايز ايه خدها، انت عايزه تاكل ايه. ربنا ما بيسيبناش، لو احنا عطينا بيدينا اضعاف، لو احنا احتملنا بيفرحنا وبيدينا سلام. نفسي بيوتنا تبقى بيوت صلاه وبيوت طهاره وبيوت بركه، بيوت فيها سلام، بيوت فيها فرح. ربنا يدينا تكون معاملتنا كلها ناجحه، سواء مع القديسين او مع اصدقاء اعترفنا او مع الخادمات او في الكنيسه او مع بابا وماما واخواتنا في البيت، علشان نبقى فعلا شاهدين للمسيح في كل مكان. ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين. انا مشكل، بس عايز اقول لكم انا عايز الانفعال بتاعكم ما يبقاش مجرد ان كنتم تسقفوا وتنسوا. انا عايز الانفعال بتاعهم يتوجه للصلاة لربنا وتصلوني بس. خلاص؟ ولا دي هتنسوها؟ سقفتوا وخلصتوا؟ لا، دايما احنا ما بنسقفش في الكنيسة، ودايما نصلي من قلب اللي يتكلم عشان ربنا يديله نعمة.